وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة النائب بدر الدوسري عضو مجلس النواب. سعادة النائب، بعد تحية، إلى أي مدى يؤثر هذا السلوك القطري بالوضع المعيشي لبحارة البحرين، وما هو السبيل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ضد البحارة البحرينيين؟ أولا السلام عليكم. طبعا بلا شك أن استمرار هذه الاستفزازات من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية مثل احتجاز البحارة وزوارقهم وتوقيفهم والزج بهم في السجون القطرية والتعامل معهم بشكل مهين، وهو الأمر الذي تسبب في الحاق الأذى بالبحارة وقطع مصدر أرزاقهم وضرب العلاقات بين الشعبين الشقيقين وعلاقات الأخوة بينهم. وأنوه أخي الكريم على أن الممارسات القطرية بحق بحارة البحرين يجب أن تتوقف بشكل فوري، وخصوصا بأن استمرار دوريات حفر السواحل القطرية في ملاحقة الصيادين البحرينيين أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين يعتبر إخلالا بكل المبادئ والقيم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية ومبدأ حسن الجوار، وانتهاكا لمجموعة من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أهمها الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأطالب السلطات القطرية بالقيام بخطوات إيجابية وبناء على الأرض تتفق مع مقررات قمة العلا وروح الأخوة التي تجمع الشعبين البحريني والقطري وما يجمع دول مجلس التعاون من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك ووحدة الهدف والسعي نحو تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين دول المجلس. وأود أن أؤكد بأن ما يربط البحرين وقطر علاقات كبيرة أعمق من أي خلافات، وأن هناك صلات رحم بين الشعبين، وأن على السلطات القطرية أن تدرك أن مصالح دول الخليج لن تتحقق إلا بتذليل تلك الصعاب للوصول إلى حل شامل لجميع المشاكل والقضايا العالقة بين الشعبين الشقيقين، وخصوصا أن ما تواجهه دول الخليج من تحديات تحتم علينا تغليب مصلحة شعوبنا وتذليل الصعوبات للوصول إلى أرضية مشتركة لحل الخلافات بشكل دائم يحقق الاستقرار والأمن للمنطقة. كما أثمن على الإجراءات التي تقوم بها القيادة الحكيمة قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، صاحب الحكمة والنظرة الثاقبة، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، صاحب الفراسة والنظرة الحكيمة لمعالجة ملف البحارة البحرينيين. ونؤكد دعم هذه الإجراءات في مجلس النواب، وخصوصا الإجراءات القانونية اللازمة التي ستتخذها حكومة مملكة البحرين إزاء هذه القضية بما يحمي البحارة الموقوفين وأملاكهم التي لا زالت محتجزة من السلطات القطرية ولم تفرج عنها حتى الآن، مع تقديم ضمانات بعدم العودة إلى هذه الممارسات مستقبلا بإذن الله. نعم. سائل المولى العلي القدير أن يعني يحفظ البحرين حكومة وشعبا بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. آمين. سعادة النائب بدر الدوسري، كنت عضو مجلس النواب، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.